العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كالي. يا خويا كاشي ماشي قادر تكتبوا ليا يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، سلام الله عليكم وحياكم الله. كلما اقترب شهر رمضان إلا وتفاقمت وازدادت معاناة المواطن عند سحب أمواله من البريد والبنوك. ولو أن كلمة أموال غير دقيقة، لأن زوج دور الذي يتقاضاها الأجير والتي لا تكفيه إلا يوم أو يومين لا تسمى بالشهرية. ولكننا اليوم لسنا بصدد الحديث عن هذه الشهرية كما يقال والأجور، وإنما نناقش مشكلة السيولة المالية وسحب هذه الأجرة التي لا تغني من جوع. معاناة المواطن في مراكز البريد ووقوفه أمام شبابيك البريد لساعات في طوابير لا نهاية لها، وفي كثير من الأحيان يفاجأ المواطن بعدم توفر السيولة ويتوجب عليه العودة مرة أخرى. وحتى وإن توفرت هذه السيولة لا يمكن المواطن للحصول على المبلغ المالي الذي يود سحبه، ثم يقول له بأنه عليه إبلاغ مركز البريد بأكثر من 24 ساعة مسبقة ومع السين والجيم وشوية من الزهر يمكنك أن تسحب أموالك. بطاقات السحب لا تعمل. وإذا أردت أن تشاهد كيف تكرم هذه السلطة عمالها وخاصة العمال المتقاعدين، فما عليك إلا أن تذهب إلى أقرب مركز بريدي وخاصة يوم 21 من كل شهر وتشاهد الطوابير والمعاناة. سحب الشهرية وأموال أصبحت الكابوس اليومي للمواطن. والسؤال المطروح هو، هل دور السلطة تذليل المصاعب وتحسين ظروف المعيشة للمواطن والمحافظة على عزة المواطن، أم أغنية عنق راسك والنيف الجزائري عالي هف في الهف وأسطوانة سئمة منها المواطن؟ هل معاناة المواطن في سحب أمواله تعود إلى رغبة حكام بلادنا في إذلال الشعب واحتقاره، أم هو راجع إلى عدم القدرة على المسؤولية والتسيير؟ لماذا لا تعتبر المنظومة المالية والبنكية في الجزائر في ذيل الرتب أو تعتبر في ذيل الرتب ضمن الدول المغاربية؟ لماذا لا تمتلك أغلب البنوك الجزائر شبكات ربط معلوماتية ولا تزال تعمل بالفاكس للإطلاع على الرصيد المالي للزبون؟ يحدث هذا في 2013 في حين أن جيراننا يمكنهم الاطلاع على حساباتهم البريدية والبنكية برسائل الهاتف القصيرة SMS. لماذا يتم في كل دورة برلمان تأجيل التصويت على قانون الدفع بالصكوك المعاملات المالية التي تتجاوز 50,000 دينار 5 ملايين؟ ألا يعني ذلك أنه هناك إما عجز كامل في تسيير ومواكبة التقنيات الحديثة، أم إرادة سياسية من أجل تكريس سياسة الشكارة والفساد وتبييض الأموال؟ فكيف يفسر المواطن كل هذا ونحن نعيش عصر تقدم وتطور ونحن لا يمكننا حتى أن نقارب أنفسنا أو نقارن أنفسنا مع جيراننا؟ نسمع منكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. Ah.
شريط يعبر عن معاناة المواطن وعن الحقيقة يعني في الحقيقة. أهلا وسهلا بكم معنا. هل الطابوهات أو طابورات لسحب الأجرة التي نشاهدها أمام شبابيك البريد وخاصة أيام أو يوم 21 من كل شهر هو رغبة السلطة في إذلال المواطن أم هو عدم القدرة على التسيير والمسؤولية؟ ومعي أول مكالمة من الجزائر. مصر الدين أخوك عبد النور. أهلا مرحبا بك يا أخويا. يا شيخ عبد النور وشرك. الحمد لله يسلمك. شكون معايا؟ يا أخوك مصر الدين. أسير نصر الدين هلا مرحبا بك. أنا اللي خلاص لي الكريدي لا دامي الفوز. هلا مرحبا بك يا سيدي. يا سي عبد المر الله نحضر على الحد وتعب وجر سلطاني اللي قال لهم الأيمر والأيمر والأيمر. فهمت ولدك مقني ولا واسمه الفايح هذاك المينار. دير عيط قال الحكومة خدعتنا، حكومة خدعتنا المنسخ الكلب هذاك. فهمت؟ هذوك هما أسباب الجبهة الإسلامية وأسبابكم أنتوما. ونحبوكم يا راشد. قولوا وين درتوا فتح بوداموس الامين الامين العام تاع السكرتير جينيرال تاع لاباش اللي كراه اللي كراه الهني كان مع الفيس ودوك هذيك على بالك سمانو سمانو الحلال في كلاو اللحم سلمان هذاك المنافق ويحيى كانوا مرتاعوا يشفادوا كاع الشعب الجزائري امبريز وبعدها ولا يلبس الكريستيون ديور البازاريلي والكمالي قولوا يا الحلوف خذوا تقابل ربك يا واحد رخيص قولوا احنا مروح تهربوا لفرنسا نجوا موراكم ندوا الدراهم من تما قولوا شكيب خالي نحكموا في الماريكان ما مدى الدراهم نقتلوه قولوا احنا لاراس دي فلانكر لاراس تاع العربي بن مهيدي ديدو شو خميستي يا رخاص نحبوكم يا راشاد زيدوا شو بيزيدوا لنا ساعة في هذه نقول لك حاجة هادوك هادوك تاع الوئام تاع الجبهة الله غالما قطعت الكريدي تاعك خلاص سي نصر الدين بارك الله فيك على هذه المكالمه ناخذ نروح لقسنطينه نشوفوا سي رابح واش يقول سي رابح اهلا مرحبا بك السلام عليكم يا اخي عبد الله السلام ورحمه الله وبركاته وشارك اخويا عبد الله والله الحمد لله تفضل سي رابح الحمد لله على خير احييك يا اخي واحيي قناه العصر وقناه المغاربيه التي يتحدثون الحقيقه والاشخاص الذين يتحدثون الحقيقه ماشي كيعذروا الزور يا اخي عبد النور واحيي ام امين وجمال عفار وابو صهيب وشريف ما خلش له القائمه طويله يا اخي سؤالين يا اخي باختصار بك ما تقاطعنيش يا سي عبد النور نطلب من مراد مدلسي يا اخي يتجه للقنصلة تاع العراق يا اخي ويجيب لنا ولادنا المساجين من العراق يا اخي ونطلب من وزير العدل يتدخل في الجماعة تاع الاخر جبهة الاسلامية اللي نقاط نعرفوا عليهم يا اخي راهم طابوا من السجون يا اخي انا جرمت السجن انا جرمت السجن يا اخي يطيب يطيب اللي ما يطيبش ندخلوا باختصار يا اخي هذا المركز البريد هذا يا اخي اقسم بالله تحس عليه صباح وعشية تروح انت والله لا والله خلاف يا اخي عبد النار الصراط زي ما كانش بس كاينين اللي عندهم يسلكوا قبل الخاشي قبل الخلاص الخاشي يا اخي عبد النور يسلكوا السلطه يسلك الدرك يسلك الموظف اللي يخدم بحرم والشعب يا اخي ما طايش كيفاش رمضان هكذا ما كاين والو المعرفه يفوت يا الصريح ماتوا يا سابوك الزوج ملايين ولا ما كفروا له تاع سمانه تاع رمضان سمانه تاع رمضان ونجيبوا باختصار واحد السؤال يا اخي قلت رمضان واش فيها يا اخي عبد النور المكرونه هذاك راح نشوف سي رابح راح نتكلموا عليها وجاي رمضان ان شاء الله ونتكلموا على على خوفة رمضان وكل شيء ان شاء الله خوفة رمضان يا اخي قول سمع تقطع لي دات عبد الله شعب النور واش فيها خوفة رمضان في المخ هذا هو اللي كان مصاب عام فطر على جارنا الدرجه باش انت زيني بابا شوف واش النظام هذا واش يدير وكاينين بلديات يا اخي والله يديروا اربعه وخمسه اخرين في عبد النور يديروا مليم يبيعوا بيت وخطي تاع طماطم وهذه هي الجزائر هذه هي حتى كتبت وشوف يا اخي عبد النور كنت نشتغل المغربيه نحيي علي بن الحاج في الهضره هذيك نحييه يا اخي والله نحييه يعني نحيي الجلد الجلب يا اخي والسلام عليكم. سلام ورحمه الله، بارك الله فيك سي رابح على المكالمه. ناخذ سي عبد الباقي.
سعد الباقي اهلا مرحبا بك. السلام عليكم، واش راك شويه لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، تفضل سعد الباقي. راني من رزان اخويا، راني ما عنديش بالبرنامج ولكن ما حبيت نتصل. اهلا مرحبا بك. نتكلموا على المنظومه البنكيه او البريد بصفه بريد والبنوك، سحب الاموال علاش كاين يعني طابورات كثيره؟ يعني هل هو اذلال المواطن ام هو عجز السلطه في توفير السيوله، خاصه السيوله الماليه والتكنولوجيه؟ يعني البلدان مثلا تروح غير تونس او المغرب تلقى عندهم كروت بنكيه يعني يسحبوا اموالهم كما يحبوا، وحنا عندنا ما نقدروش يعني حتى ما عندنا لا كروت، ما عندنا لا تروح تسحب يقولوا لك لازم لك ما تفوتش حد معين من المال، قدر المال. بارك الله فيك، فهمت الموضوع. اولا وقبل كل شيء السلام على كل الاحرار في الجزائر وفي العالم العربي وفي العالم الاسلامي. اما فيما يخص البنوك، نعم، يعني ادلال المواطن مباشره. سي اون فولي انفورماتيزي تو دي بانك اي روندر نو بانك مودرن اون بوفي لو فير فاسيلمون يا سي عبد الناصر. ولكن ما حبينا ندلوا الشعب الجزائري يخليوه حتى يسحب 300 الف دينار ما يقدرش يسحبها في بعض الاوقات، سيرتو كي يعودوا للموفمون تاع العيد وراك عارف. نعم. ما يقدرش يعني حابين يدلوا المواطن مش مقادرين يعني اي سون نون با بيري يعني لا بانك مع لا بوست يا راجل مش بيك اللي يدير فيها بالذمة الناس هذوما بالذمة باش يديروا الشعب الجزائري يدلو اكثر من هذه. كل ما نو نو با دو بانك نو دي ديبو واللي عنده المعرفه يدي واللي ما عندوش المعرفه يدي ما يديش هكذا. دوك انا كنت نروح عندي المعرفه ندي سون امين. ولكن هذا سي عبد الباقي، هذا الفلوس تاع هذا ما قلناش يعني الدوله تمدلو الفلوس تاعو، يعني الفلوس تاع الانسان تاع المواطن يعني يستنى يعني يعمل الشهر باش يعني يسحب هذوك الزوج ملايين كما يقال بالجزائريه، يعني يعذبوه يعني يشوف كانه كابوس يعني يوم اللي باش يخلص. ادارك انا جي في دي طابور يعني شفت لاشين بلوش في لابوست بلوش دو 100 بيرسون خطره بعد دي باساج. نعم. نقول لك بلوش دو 100 بلوش دو 100 بيرسون كي ديزي لاشين بور افوار لابي تاعهم تاع 20 دينار ولا 30 دينار. هذا هو اسمح لي صاحب النور، ودي كي شتي هذاك الشبي كي ترافا هذاك يحب يخدم وكي ما يروح يخدم الحال يقعد يدي مليار مي سون بو بيرديمون بترو بيرسون ما بو لو رابلي على لورد. هذا يقسم بلاش نتاعنا. انا جيت دي كونت اون الجيري خاطر باش نجبد مليون دينار قعدت سمانه وانا نستنى. هذه بلاد هذه تحكي عليها قصدك مليون سنتيم؟ قصدك مليون سنتيم؟ مليون سنتيم بالسنتيم. يقول لك اعملي لا دومون، يقول لك ما كانش استنى راح نعملوا لا دومون دا بانك سنترال باش نجيبوا صوار باش نخافوا يتسرقوا. ولا يعملوا حد يدير للمواطن كي يحبوا. يا سي عبد النور يا خويا باش نقول لك، نعم، راني في لوزان، راني نقول عليا في بانك فين ان مون ديفيرون على لا 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 وين كنت واش تانا بالبلدان. يعني ما نقدرش نقارنوا البلدان الاخرى، ولكن لما نوضع مقارنه بين البلدان المجاوره نشوف يعني الهوة كبيره جدا. بارك الله فيك سي عبد الباقي على المكالمه. ناخذ مكالمة سي رابح من الجزائر. سي رابح. الو. اهلا مرحبا بك سي رابح. اخر فاس. اخر وافيا. تفضل. الو. انا نسمعوا فيك سي رابح على المباشر. الله يسلمك. سي عبد النور. نعم ايه. الو سي عبد النور. نعم نعم راك على المباشر خويا. سي رابح راك على المباشر. الحمد لله الله يسلمك. الحمد لله. شكرا لك انا. حبيت هضرت معك زوج كلمات، حبيت برك نهضر على ممكن على هذه على البريد. نعم. شوف الدوله واش دير، تحتم على الناس يفتحوا صك بريدي سي سي بي. ايه؟ فهمتني يفتح الدراع سي سي بي، ومن بعد المواطن يقعد يتخبط في البوسطه. شوف نزيد لك نضيف لك حاجه، عندي زوجه ديالي تخدم في البوسطه. تفضل. صدقني يعني والله العظيم غير كاين مواطنين يجي بالشك يدير شك تاع 20 دينار. ما كانش 20 دينار يطمع مسكين باه يحاول باش ما يلقى 20. تحلف لي تقول لي غير موالفه نرفد 200 دينار يعني فهمين نعطيها له نقول يدي حاجه لوليده ما فيهاش الله غالي. نعم. فهمني؟ هذه من جهه، هذه من جهه. جهه ما هضروش على السياسه والخوه يعني المواطن ان شاء الله ما يعرفوش هذه. شوف الجزائر كيفاش راهي، رانا في كار رانا راكبين دوله
شغل راكبين في كار والسائق الشوفر يبدل يلعب الضامه اللي راكب في الكرسي الاول يردوا الثالث واللي راهو في الثالث يردوا في السادس واللي راهو في الثامن يردوا في العاشر وقاعدين يلعبوا بينا. بصح انت سي رابع كيفاش تفهم يعني كيفاش تفهمها انت يا يعني كيفاش تفسرها؟ شوف واش نفسر لك الاخ. انا هضرت ما قلت لك انا بابا شهيد ويما مجاهده ومعطوب بالحرب ومن عائله نتاع الشهداء. شوف الجزائر اللي هي 50 سنه في يعني في حكايه الدوله 50 سنه. واش 50 سنه؟ سيريا 50 سنه. ما انا 50 سنه سيريا جيتو سيدي ميليونير الجهات الكبار 50 سنه ديجا احنا 50 سنه استقلال. ماتوا والدينا بوريا يتمنا بوريا ورانا في الهلاك رانا في الهلاك. انا نقولها يعني يسمحوا لي المواطنين يسمحوا لي هذا ما هو غير يعني النظره ديالي وعلى حسب واش شفت على حسب. نقول لك حاجه الجزائر والله غير الجزائر تتقسم. كيفاش؟ قلت لك الجزائر يجي تتقسم 50 سنه برك سي كوا 50 ان سي ريان دو تو 50 ان. كي تحكم انت بلاد عندها نقولوا 1000 سنه وراهي كذا وراهي 50 سنه يا عجب العجب 40 4 قطوطه رانا شحال رانا 30 راهم يقولوا 30 مليون رانا بتاتر بتاتر 25 مليون با بلوس بتات. لا شوف واش راه صاير 50 سنه حصلنا افيك 300 مليار دو دولار دو ريزيرف دو شون عم يقولوا عم يقولوا والحق راهي تقتل في بعضها الريجون ما كاش الخدمه نروح كاين شوف اذا تسمح لي باحترام ونطلب منكم على وجه ربي على وجه ربي اسكو تقدروا ديروا لنا حصص على قانون الاسره اللي هرس العائلات اللي هرس النساء داخل خلق ضحايا الطلاق وهذو اللي راهم يقتلوا كاع ضحايا الطلاق وهذو البنات اللي راهم في الزنق كاملين كاع ضحايا الطلاق الاولاد اللي وكل شيء قانون الاسره اللي داروه الجماعه على حاجات على انتخابات. بارك الله فيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون الطلب تاعك يعني في الايام الجايه مر رمضان كما يقولوا ان شاء الله. بارك الله فيك سي ربيع على هذه المكالمه. ناخذ مكالمه كريم من الجزائر. سي كريم اهلا مرحبا بك. الو سي كريم يبدو ان كريم غير جاهز. ناخذ مكالمه اخرى. الو الو اخويا سي فريد مسكيده قضيت الحرس البلديه هذيك برك نورمالمون تهضروا لنا عليها. سي فريد نعم ما سمعتكش مليح عاود سي فريد. قلت لك قضيه الحرس البلدي نورمالمون تهضروا لنا عليها شويه. واش نهضروا عليها واش نقولوا؟ تفضل سي فريد. الحرس البلدي نورمالمون تهضروا لنا عليها شويه. واش كاين احكي لنا شويه فريد ما فهمناش واش نحكيو؟ انا قضيه المخلفات هذيك ما مدوها الناس حوايج بزاف. نعم. وراه عندكم وقفه يوم 29 لا لا. صح؟ عندكم وقفه يوم 29؟ نورمالمون. نورمالمون ولا راح ديروها؟ تتشارك فيها ولا ما تشاركش؟ 29 29 كاينه. راح تشارك فيها سي فريد ولا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك سي فريد ملا. ناخذ رابح نرجع الى اخر رابح واحد اخر. نعم. اهلا سي رابح. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سي رابح. واش راك سي عبد الله؟ والله لا باس الحمد لله. شفت انا من 10 مايا 2012 ما تقيت لكش ما قبلتش. هاك حكمتنا اليوم تفضل. اليوم شفت عندنا جانا الكرنفال تاع الميكشيك. نعم؟ الكرنفال تاع الميكشيك. رونا فيها. واش بيه الكرنفال تاع المكسيك؟ تما فيها تاع مونيز ولا تاع الميكشيك؟ المجال اللي رانا فيها نروك. روكنا هذا نروح المقصود. نقص شويه تلفزيون سي رابح. نقص شويه تلفزيون سي رابح. تاع المتقاعدين ديال الطريتي. نعم ماه. شوف ان شاء الله الروتريتير راح يخلص
اي بوسطه شاهد يقول لك ما كاش دراهم. ايه شاهد يقول لك الرجل ما كاش تاع الميكرو. كاين مين شان ميش كامش كاين متقاعد يروح يقنص يومين ثلاث ايام ما غير الشاك تاعو. هذه يعني ما صرفش في حتى بلاد. وانت واش من السبب ترجع لهذا السي رابح؟ كيفاش يعني تفسرها انت يا سي رابح؟ هذا الشيء اللي راهو يوقع سيبولي اسمع. نعم. انا اقول لك حاجه الا الحوشات تغير الجدل غير الجدري. انا ما فهمت الشعب هذا ما يحلبش الفرن غبار على روحه. سمعت؟ يعني تظن الشعب يعني غبار على روحه يعني غير اللي يقول لك تغطي راسي بيجان هو توصل راسه ما قعدوش عندك. قولك حنايا مالنا بينا الشرمية خير البلاد بس حنا خد الله هاي القنبلة راح تفجر. ولكن سي رابح سي رابح رئيس الحكومة سلال يقول نيف الجزائري عالي. اسمع. نعم. انا نقول لك انا شخصيا ما على بالي لا بالرئيس الحكومة ولا بوفوتفليقة ولا بربياتو. انا نقول لك انا بوتفليقة لو كان كان مجهد صحيح عندو النيف ما يروحش يداوي في فرنسا وزيد بزاف لا نعرف لي زامباليد في باريس. تما وليدهم اللي دار شيعه وليد تاع فرنسا سمعت ما عندوش النيف زيرو على فرنسا يجيبوا الطبه اللي عندها تبعين كامل بالمليار دولار وعلاش ما دارش مطر باش يداوي فيه وباش يداوي الوزاره تاعك. لا لا الباب راهم ولاد فرنسا. سي رابح شويه الصوت راه يوصلني متقطع بارك الله فيك. مضطر باش نقطع المكالمة. بارك الله فيك سي رابح على هذه المكالمة. ناخذ المكالمة سي عبد القادر. سي عبد القادر الو هل سي عبد القادر معنا؟ زهير سي زهير قسنطينة. سي زهير السلام عليكم اخي عبد الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سي زهير. بارك يا اخي احييكم واحيي كان العاصمه قناه المغاربيه احيي المسؤولين الاحرار يا اخي عبد الله. اخي عبد الله يفرق تخليني ندخل في واحد الموضوع هكا هام الله يسرك. تفضل. شوف اخي عبد الله هذيك الاخت نعيمه صالحي هذيك تاع حزب العداله ولا واش يسميوها يا اخي. نعم. يعني راهي في حاله يا اخي والله انا واحد من الناس بشروك تيليا الله شوف فيها اخي لما يخرج جنان من الساقين تاعها. وهذه السيده هذه راه من مناضله على تفعيل واش يسموه هذاك تاع العائلات الجزائريه كما يقول لي انت كما كان يقول الاخ الكريم لك قانون الاسره هذاك يا اخي. وهي بتحارب بشده مع هذيك قريباتهم يا اخي عبد النور وبارك الله فيكم. بروجيكت تتصلوا بها وتشوفوها حتى تكملنا واش راهو صار يا اخي. وندخل في صلب الموضوع يا اخي هذه هي بلادنا يا اخي عبد النور. هذه هي سمع لما الانسان يخدم حياته كامله في شركه معينه او استاذ يروح يسلك ويلقاش وحنا على ابواب شهر رمضان يا اخي عبد النور. نعم حنا على ابواب شهر رمضان والشعب البسيط كي عريس بزوج ملايين يروح ويلقاش هاي الضربه يا اخي عبد النور. وهما في كل مره يحب هو اللي يروح يشد واش يحب يلقى يا اخي عبد النور. حتى هذا المدير البنك هذا سهل ولا شو واش راه واش يحتاج يسهل ويعطيه بصح واحد كيما هنا يا اخي عبد النور وفي الناس كيما بزاف في كل مره ثلاث ايام ومش غير هذه هما اللي داروا لنا هكا. تروح تخرج نقمه لازم دير لاشين تروح تخرج لاكارت لازم دير لاشين حتى الصواح تاع الحليب تاع الشكار يا اخي عبد النور اليوم نديروا عليه لاشين. وشفت تلعب الدرك الوطني اليوم يقول نحذر من انفجار المجتمع المدني يا اخي عبد النور. حتى ما نطولش عليكم يا اخي عبد النور والسلام عليكم. بارك الله فيك سي زهير على هذه المداخله. ناخذ ابو عبد الرحمن من سوق هرس. الو سي عبد الرحمن اهلا بك.
تفضل سي عبد الرحمن. أنا من ولاية فقيرات. نعم تفضل. نرحب بك يا سيدي. يا أخي باش نتصل بقناة العصر بركة، حبيت نعطي رأي بركة و تفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. العصر وقناة المغربية وشيء حبيت نعطي رأي ثاني نتكلم يعني في الواقع. أنا في الواقع. أنا الصوت راه يوصلني شوية متقطع مانيش عارف إلى والله يعني أنا الصوت تاعك سي عبد الرحمن الصوت تاعك يوصلني متقطع. ناخذ مكالمة عاود كلمنا سي عبد الرحمن مرة أخرى إن شاء الله. عندنا ناخذ رابح من بيرتوتا. الو سي رابح. وي. اتفضل. نعم الو. نعم نسمعوا فيك سي رابح. نعم اخويا راك على المباشر سي رابح ونقص شويه تلفزيون واسمعني من التليفون من فضلك. ناخذ مكالمه حمزه. عاود كلمنا سي رابح. ناخذ مكالمه حمزه. تفضل سي حمزه. الله يجزيك تفضلك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سي حمزه. خويا والله سقسي برك الموضوع علاه كنت تحكي برك ما كنتش معكم برك. انا نحكيو على المنظومه البريديه والمنظومه البنكيه بصفه عامه. علاش احنا يعني ماناش كما يقولوا مقارنوا رواحنا حتى مع جيراننا يعني متخلفين. ما عندناش كروت يعني باش نجبدوا نسحبوا الاموال، واذا رحنا نديروا نسحبوا الاموال يعني ما فيش سيوله، واذا في سيوله لازمنا ما نتعداوش حد معين، وعندنا يعني معاناه يعني كل في 21 تقريبا في كل يعني في كل سائر الايام فيها معاناه لسحب الاموال، ولكن خاصه 21 اللي يسحبوا فيه اللي تحب تشوف العجب والمعجب روح شوف في اليوم 21 اللي كنت عايش في الجزائر تشوف 21 يعني من كل شهر ان المعاناه المتقاعدين او العمال يعني يعانوا يعني هذيك الطابورات وهذيك كما يقولوا لاشين الكبيره اللي يعملوها. واش رايك انت في طبيعه عاديه امر عادي زعما طبيعي عالم سيرس لازم تكون في المشاكل هذه. انا جاي ان شاء الله نطوروا بشوي خويا اسمع فيا. انا قلنا قرناها سي حمزه. أنا قلنا قارناها بتونس ما رحناش قارناها بالبلدان المتقدمة، أنا قارناها بالعالم الثالث بتونس وفي المغرب ما عندهمش هذه المشاكل. يا أخي أنا معاك دوكا تونس في ليبيا ما عندهمش المشاكل هذه. يا أخي دوكا ليبيا راهي مولات مش دولة، بصح حنا المشاكل هذه كي نقارنوا حنا تونس وليبيا هما مر عليهم والو خويا. حنا 10 سنين وحنا نكتبوا في بعضنا. وقبل 10 سنين واش كانت عندنا؟ كانت عندنا ثاني ما نديروش. فهمنا أستي. كيفاه؟ وقبل 10 سنين هذيك وفاش كانت جنة؟ ها؟ كانت الحمد لله خويا كان نعم كان الحمد لله خويا. الله يخليك يا سيدي مع الحمد لله وان شاء الله يكثر من مثالك ويكثر ان شاء الله يعطينا الحمد لله ان يتفرق شوية على الاخرين اللي راهم مضرورين. بارك الله فيك. ناخذ مكالمة من تيارت. الو نعم. الو اتفضل سي بالقاسم. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. هذا السيد هذا ما هذا عن تاع النظام هذا قلت لك هذا الله قلت لك هذا السلام راه مخوتهم راه جايبين الرؤساس سي عبد الله. لازم يكون الواحد اللي فيه لاباس عليه في الجزائر لازم يكون مستحيل لان يعني الخيرات اللي راهي في الجزائر الواحد ما يكونش لاباس عليه يعني من هاد الناس. هذا على ربو سي عبد الله. ها؟ هذا على ربو. ما سمعتك سي بالقاسم. هذا على ربو. نعم ايه نتكلموا على على ال انا قلت لك انا يقربوا على باب هذوما مقربين وقت خسروا لو 18 ولا لي جوندارم يخسروا لو 12. وفي رايك علاه ما كاش سيوله؟ سي بالقاسم انا ما قبلتش سيوله. الو انا نسمعوا فيك سي بالقاسم تفضل.
هذا قلت لك قبل قلت لي هذا في جهه انا كان واحد الظاهره على خارج الجزيره قال هذا لو في استعمال 27 مليار والشعب بلا تسكن هنايا وراح الشعب يصفق ويغني. كمل كمل سي سي القاسم اسمع فيك. قلت لك هذا الظاهره على خارج الجزيره قال لهم انا واحد 27 مليار في طاقه العود. يا سي بالقاسم اسمع اسمعنا من التليفون ما تسمعش من التلفزيون. واه نسمع فيك واه نسمع فيك. بس طفي التلفزيون واسمعنا. طيب طفيتها سي طفيتها. اتكلم. واه طفيتها سي عبد الله قلت لك دار لهم اليمات واحد الجارده انا في تيرت رغم انهم فيها هما يقدروا يصالحوا انا في تيرت دار لهم واحد الجارده انا اللي جاي هذا الشعب تيرت الشعب تيرت فيق فيق ماشي كاع الشعب تيرت حاشا راهم جايين واحد الظاهره قلت لك الشعب مازال ما يحشونا بالفيصات ولا والطرومات ولا والحفلات ايوا قلت لهم نتحامل حتى فات حرام بلي ما عنديش وقلت لك هذو اللي كانوا القناه المغاربيه والعصر هذو خواتو موسى وجابي لهم لوجاج هذو هذا تاع النظام هذو مرخص هذو حاشاك اللي رخيص باب مش المغاربيه هو اللي راجل يبغي المغاربيه وتحيه قناه العصر والسلام عليكم. صحيح بارك الله فيك سي بالقاسم. ناخذ مكالمه سي حسن. اهلا اهلا مرحبا بك سي حسن. ما نقطعش مانيش قاطع علي نتسنى فيك. لا لا راك على المباشر سي حسن. اهلا السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سي حسن. اهلا اخوي السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا اخي والله العظيم عندي مداخلة صغيرة. تفضل. ربي والله العظيم الزين راها من مولين الدولة دابا فيها راكم انتم اللي تخلقوا لها بالمشاكل. والله يحيى الرئيس بوتفليقة من القدس. وربي يطول في عمره هاك انتم اللي تخلقوا لها بالمشاكل. حوس ديروا لها كيما سوريا وفلسطين ومصر وليبيا كاع البلدان فيها المشاكل غير في الجزائر فيها مليحه. والله العظيم كثر من هذا الشيء هذا لاباس به هذا الخير وليداتها لاباس بهم وعندها رجال واقفون. تستعمل البريد ولا ما تستعملش انت يا سي حسن؟ انا عم نستعمل اليوم دخلت الله نورمال وهزيت ريح ما في نورمال وما كان حد شيء في لابوس. بالك غلطت في البريد تاع الجزائر. داك ماشي في بريد الجزائر. رانا في بريد راه عادل شوي. الله يدومها عليك نعمه ان شاء الله. بارك الله فيك. ناخذ الحاج من الجزائر. فتحي. او فتحي من الجزائر. واش راكم؟ سي فتحي اهلا مرحبا بك. واش راكم لاباس خير؟ لاباس يا عمرو لاباس. لاباس الحمد لله الله يسلمك. واش راكم فتحي متبسط واش راكم لاباس؟ تفضل سي فتحي. الله يبارك فيكم ان شاء الله. مشكل البريد هذا مشكل هذا السيوله هذا مشكل كبير. اللي قبلك قال ما كاش مشكل. سي حسن قال لك ما كاش مشكل. لا 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 المشكل هذا مشكل كثير هذا مشكل تسبب فيه الاداره سي عبد النور. ايه؟ قالوا؟ انا اسمع فيك سي فتحي. الاداره سي عبد النور هذا. ايه تسمع فيها انا اسمعوا فيك تفضل استرسل سي فتحي. ها متسبب فيه الاداره متسبب فيه الاداره هذا يعني كيما نقول الانسان اللي ما يلقاش هذا كيما نقول الراتب تاعو غير الراتب تاعو هذا راهم يخدموا به راهم يخدموا به قاعدين الناس تشتغل فيه تبيد اموال وفي غيره راك فهمني يا اخي. ايه ناخذ مكالمه بارك الله فيك سي فتحي قطعت المكالمه. ناخذ سي شريف من الجزائر. سي شريف. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يسلمك، تفضل سي شريف. انقطعت مكالمة سي شريف. ناخذ مكالمة أخرى. سي بو جمعة من البيض. سي بو جمعه اهلا مرحبا بك. مرحبا بك يا عبد النور. اهلا مرحبا بك. اللي قبلك قالوا سي بو جمعه اللي قبلك كان يقول لاباس علينا مش شريف. لاباس عليه. نعم. هذوك السيادة هذوك السلطة. هذوك اللي باقي السلطة تقعد قاعدة هما يخلصوا. هم دايرين لهم خلصة غير باطل. شوف يا عبد النور. انا نسمعوا فيك سي بو جمعه.
احنا قعدنا هذا البان صلح هنا هنا الشهر اللي زين سيدنا عندنا زيارة هنا زين زيز الوقفة اللي قبضوا لي انا برمي ماي برمي ماي ايه؟ لا هو عندنا زين هنا هذاك الشهر يقول لك درتو قبل لا تديروا الحصة هذاك تاع تاع البنك الوسط نعم الشعب ثاني مهزول ثاني نهار الفرح عندنا هنا في ولاية البيض والله العظيم قديم ستة تاع الصباح يسمع محسن ودير كرسي ويكون مبل المدرسة مبلعة وهو قدام الباب وبنجو البوليسية يعطوه المطرق ويجي من حلو يمشي يهرب الشعب الشعب أمي هذا يعني تظن مازال الشعب سيبو جمعة مازال الشعب مازال الشعب خايف يا والله كيفاش ولا تفهم يعني كاين كاينين وكاينين كل شعب عمل شو عاد دخل جو ماشي فوبط ربي قال له فوبط صلي الله ما يصلي من يقول له روح كاين قدوة الفوضي يصبح مبكر من ربعة على الصباح ويصلي حسن ويا مشاغل ديال كوستي مرايع وبالنسبة هذا الفيديو طالع لكم طالع لكم ان شاء الله نتاعي الخطاب تاع تاع سلالو تاع السوفة تاع الان في ولاية البيض احنا في ولاية البيض قاعدين نقول لهم الهوا خلصوا يخلصوا قسما بالله العظيم وقالوا له وكان يقول له هو قد عندكم في التريميسه عندكم 700 الف كل يمشي يجروا اشي راضي هذا عينك يديروا معاه راضي سمعي عبد النور الو نعم لما اسمع فيك سيبو جمعه سمعي عبد النور الله يا شعب شعب عندنا هنا يقول لك هو خلصه نلصه شعب راضي هذا هو هنا يسمى قوة يسمى في رايك سيبو جمعه قوة النظام قوة النظام في ضعفنا يما لا احنا اللي ضعاف وكان عندنا النظام كان هنا كاين حوزة كيما احنا بواتنا خلا بواتنا مجاهدين والله العظيم خرجوا دي ولاد فرنسا بأي طريقة كاين واحد الفئة راها نايضة وكاينة فئة مذولة والله العظيم لا كرهوا لنا حياتنا طلعوا لنا السكر لا طونسيون قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم على اللي دير لنا يجي الخير ان شاء الله سي بوجمعة يجي الخير بارك الله فيك سي بوجمعة على المكالمة الناضل والناشط الحقوقي في البيض بارك الله فيك ناخذ نرجع الى العاصمة الى حماني ناشط واحد اخر حماني سي حماني مرحبا بك الله يسلمك خويا عبد النور كيفاش راك واش راك انت يا ولا غير لاباس خويا عبد النور كيفاش كاش ما تبعتوا لنا قهوه ولا نبعثوا لكم قهوه منا من لامونطان الا عندكم القهوه الا عندكم حاجه مليحه مليح ولا راهم يسلموا عليكم وكل باسكو يحيى قال لي سلم عليهم وسلمنا راهم يسلموا عليكم وكل الله يسلمك وكاين الناس شوف هذاك الاخ هذاك اللي كان يقول هاني مليح ايه واش رايك انت يا ولا غير نقول لك حاجه يعطيه الصحه باسكو هو على بالك راه عايش راه عايش في تشاد تشادو عندها قيمة يا وليدي ولا غير مساكن يجي يدافعوا عن النظام وما يعرفوش يدافعوا عن النظام يسمى ما من المستوى ديالهم المستوى ديالهم ضعيف كي يجي يدخل ولا غير الجزائر مليحة ويحيى بوتفليقة يا رجل مسكين وراها خلي بوتفليقة هيك ديجا الصورة تاعو لا درك ولا يحيى بوتفليقة ويحيى لا فلان ويحيى ويحيى شغل على بالك انا فك عباد كيما هذا وين فكروني نهار كنت صغير انا راح نشوف واحد الفيلم هندو هادو كنت كنا صغار لي زاني 75 هذاك دراس هكذا كيفكروني في هاد الناس ما تقولش بلي راهم في الدم يطرز ولا سي دوماج تب ناس هذا يا سيدي دافع النظام بصح عرف المستوى تاعك وقنعني وفهمني في رايك الانسان اللي دافع هكذا يعني يعني ما هو السبب ما هو السبب اه نعم في رايك انت يا وليدي السبب ولا غير هي حاجه بسيطه هو انسان مذلول امي تعطي له قفة يرضى بها يقدر يذبح الشعب تاعو على جال هذا يعني أمر تافه 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 ما عندوش النظرة البعد هذاك النظر السياسي أنه يدافع على وطنه ولا على شعبه ولا على أمته ولا على أولاده ولا أولاد أولاده ما عنده حتى نوسيون دو سا بيرسوناليتي يفو أناليزي سي جون لا سور لو بلان بسيكولوجيك خويا عبد النور عندي ان بروبوزيسيون مدام عندنا احنا لاموني لاموني على بالك في العالم كامل كاين لاموني كاين الدورو الزوج دورو الربعه دورو العشره دورو احنا في الجيري لهنا سان اكزيست با عندنا فري بروبليم هنا اون الجيري على بالك لا مافيا هذه تسير لو بلان فينونسيير الدراهم هادو مخرجتهم راه تبيع فيهم
في الخارج 60 قروش ما 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 مونيتير هذه. ومازال حتى الان انا مازال السؤال مطروح عندي كيفاش راح تدير لا ديسباريسيون هذه تاع لا مون. يبدو ان مكالمه حماني انقطعت. نعم يبدو ان مكالمه حماني انقطعت. عاود ارجع لنا لو قدرت ترجع لنا. نعم قوه الاقتصاد البلد يعني يبان في العمله تاعو، يعني اللي عنده 5 سنتيم 1 سنتيم عنده. ارجع لي يا سي حماني. معليش خويا معليش. شكون معايا؟ خوك مفضي خويا عبد النور، عاود توليت يا نصر الدين. اهلا مرحبا بك سي نصر الدين. هذاك شوف راهم يكوبونا ولا راهم دايرين لنا سيروكوت ولا ما على بالناش. معليش معليش يا سي عبد النور، ام امين لقبلتها الجزائر وعندها امام الراشد هكذا ولا لا؟ لا اسمع فيا يا شيخ. اسمعوا فيك. شوف ما دار زوج حاجات، كل ابو جرة سلطاني وين درت الشكري جينيرال تاعك تاع لاطاش تاع تحبو داموس، علاش ما ديكلاروش فيه والشعب الجزائري ما يعطاش؟ راهو في الحبس، راهو عام سجن وعام سورسي. اسمع فيا يا شيخ. ايه اسمع. انا اسمع فيك. صحة يا خويا العزيز، دوك انت يا هبط، انت يا نحبوك بزاف ونعزوك يا خويا. هذاك اللي قالوا لي فيك طالع، حنا كان ما طالع، قول له يا واحد الراعي كيفاش كنت يابس سلمت، تقول لهم في الغوطه وعيط لي الشعب العزيز وبوتفليقه وقال لهم سلموا لي عليه. شوف كيفاش يكشفك ربي. قول لهم يحيى نهارتيت بالمواطر كبار تاع الفار دريس، الشعب كاع شافك ناضيت بالمواطن الكبار، ومن بعد وليت بلي شتراف لا، وليت بالبوس والكانالية وحتى الرخيص تقول له جوا الكلب يتبعك، ومن بعد ما عرفت انا حصلت تقول لهم نتعلموا منها نلقى الخاويات وكذا وكذا، يا مداو كاع الدراهم 900 مليار دولار، ومن بعد يقول لك كاينه 200 مليار، اوي سو باختي لي 700 مليار، وهذاك لوح هذاك تاع الحماس. مبروك العالم قاعد يهدر عليها يا اخي. هذا طمرت ان احنا حقتل قالوا لها ام يجيو قتلوا يجيبوني غير الكبش في العيد. الله يرحمك يا شيخ النحناح، ما خلاكش ربي مع الخاص. وهذاك تاعو سميه لي عبد النور، هذاك اللي قال لهم يا خاوي دلهم خدعونا وخدعونا مقلي ولا واش يسموه الكافي الكلب المسيله هذاك الراعي شمال ولا 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 بالكابريولي ولا ولا بالمرسيدس لا 250 سي دي. اسمع لي يا شيخ عبد النور. اسمع. نعم نعم اسمعوا فيك سي سي. يا عبد النور الشعب عمرهم ما داروا حصه على الكاشير ويدخل بالكونتينر. يا ربك عبلوه الشعب هذا، لو كان تخرج في الليله الدزاير لا بيدوفيلي ولا بروستيتي وش هي دايره. كنا المغاربه كنا توانسه كنا لا راسي بانكور. انا 52 سنه في عمري، كنت 77 اباري. اسمع فيا عبد النور. نعم نعم اسمع. كانوا يضربوا بينا ليكزومب، جابوا لنا 47 ولايه هنا يا خويا العزيز، كنا ما عرفوا واش نديروا، قتلوا القلب تاع الجزائريين يا شيخ. وبهذيك المصيره نونو هذوك تاع الوئام، عليها نحيا وعليها نموت بلا وحانوت. ايه شتي الاخبار يا عبدي عبد مو اسمه مو مرزاق ولا واسمه هذاك تاع الفيس هذاك الرخيص هذاك ومحلول رجليه هكذا ويهضر وكذا. يا واحد الطاغوت قول له خدمه ما تمش تقابل ربك يا واحد الرخيص. قول له تحوس على الله، تحوس على الزلي جبريت، تحوس وش يا ربك. شوف قول له شوف ولينا رخاص، كانوا ولينا رخاص على جيران هذوك ما نسميوهمش حنا التوانسه، كانوا يقولوا الجزائريين زمان في في فرنسا والمغاربه. نهار كان الهواء بارك الله فيك سي نصر الدين. خليني نهضر خليني نهضر صحيت الوقت الوقت شويه دهمنا. اعطيناك فرصه سي نصر الدين، هاك فرقت قلبك على بالنا قلبك شويه معمر. خليني نكمل سيكوندور شو ما عندي روتريت، ما عندي سيرونس، عندي زوج بنات وراني كاري، عندي واحد الرخيصه هنايا. يا عبد النور يا عبد النور ما نسوفريو دلونا رخصونا ردونا. اسمع فيا شيخ عبد النور. نعم نعم اسمع يا عبد النور. حنايا شوف لا راس دي بانكور كنا يا عبد النور، كان الجزائر هذه مسكو ياسمين يا خو. جابوا لنا العرب هذو ما ضربونا بهم، دير براقه ونعطيك الورقه تاع الفوت ونزيد نعطيك حاجه الشابه الاخرى ونكمل لك يا اخي. معليش اسمع. تفضل. هيا سيدي يا شيخ. هذاك الكريدي اللي مشي لافريقا، الافريقيا هذا اللي الله كوب دي مون الشعب هذا سبق له يشطح. شاعر قال لي شان تاع الجزائر يا خو،
واسمه الشابون هكذا. احنا ولينا هكذا كنا نسمعوا العنطه والهاشمي شو شادونا ردونا احنا هما العيالي يا فرافات. انا ما نهضرش على الزهر وكذا، شو عندك القديم ولا صاحبك شديد، نحو لنا الرخاص يا سي عبد ودير لنا حصه شابه ان شاء الله. راجل يهضر معاك ونحبوك يا شيخ عبد النور. الله يسلمك خويا وبارك الله فيك سي ناصر، على بالي قلبك راه معمر، بارك الله فيك. ناخذ مكالمه سي رشيد. سي رشيد اهلا، مرحبا بك. مرحبا بك اخي عبد النور، تفضل. تدخل في هذا الموضوع. الموضوع يا اخي بالنسبه للسيوله ولا؟ نعم والله يا اخي عبد النور، هذا فشل من فشل النظام. يعني ماشي هو النظام مش قادر حتى يوفر السيوله للشعب. نعم. هذا الا فشل في من سوء التسيير والفشل اللي قائم في البلاد والبريكولاج اللي راهي في البلاد. يعني ترجع هذه المشاكل الى يعني السلطه يعني غير قادره وغير ان فيهاش مسؤولين يعني قادرين باش يسيروا البلاد. بارك الله فيك. غير قادرين حتى يسيروا البلاد، موش قادرين. نعم. حتى يوفروا السيوله للشعب باش يقيد يعيش ويعيش ولو في عيشه كريمه. هي الا فشل في النظام. انا يعني نشوف النشره اخي عبد النور، انا نحب نشوف النشره تاع الجزائر. نعم. تاعهم النشره تاعهم اقسم بالله 40 دقيقه هما يوروا لنا كيف العسكر الجيش تخرج دار لابوليس الدرك، هذا ما يوروه في التلفزيون باش يداروا الفشل تاعهم، لانه ما لقاوش واش يوروا. صاي هذا النظام فشل وما قدرش، ما قدرش حتى يدير ان بال قدام، ما قدرش. مانيش عارف الشعب، انا نقول للشعب تاعنا واش راكم تستناو؟ واش راهم يا شعب يا شباب واش راكم تستناو؟ راهم في اوروبا اللاتينيه وناضوا، في اوروبا اللاتينيه هاي في البرازيل ناضت. يعني الظن الضعف يعني قوه السلطه هذه هي في ضعفنا ولا كيفاش؟ الو، يبدو ان مكالمه رشيد انقطعت. هل عندي مكالمه اخيره؟ الو، حكيم من مرداس. سي حكيم اهلا مرحبا بك، اتفضل سي حكيم. الو سي عبد النور، اهلا مرحبا بك سي حكيم، تفضل. صحة سي عبد النور، واش راكم؟ والله الحمد لله. لاباس؟ لاباس الحمد لله، تفضل. لا لا والله لاباس، يا خويا نقوم انا لله في سبيل الله. والله لاباس، نشتيكم والله راني نشتيكم. قول على أم أمين. أم أمين. والقناة تاعكم. والقناة تاعكم كامل وخدامة كامل. واش رايك في الـ في الـ في البوستات سي رشيد؟ عندك هنايا بو مرداس. نعم. نعم هنايا بو مرداس، قلت لك عندنا واحد الميلة ما أنا يشكرش. والله غير عندنا واحد النظام هنا ما يشكرش يا اخي. نعم. انا والله ما يشكر. كيفاش فاش ما يعجبكش؟ فاش ما يعجبكش؟ لا فاش ما يعجبكش؟ ما كانش دراهم. دراهم لا، وتروح باش تخلص ما كانش دراهم. يا ودي ما كان والو هنايا، ما كان والو، ما عندنا لا ولايه لا دائره لا دوله، لا ما كان والو، ما كان والو. هذه هي الولايه الاخرى. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ناخذ رابح مكالمه الاخيره معايا. سي رابح، مكالمه رابح جاهزه؟ تفضل سي رابح. بارك الله فيك. عبد النور. نعم. الو عبد النور. انا اسمعوا فيك سي رابح. صح، راك تكلمت باللي قارن الجزائر مع تونس.
نعم احنا خذينا يعني مثال يعني مش ما يقولوش يعني عالم متقدم او عالم متاخر ولا احنا البلدان يعني نقدروا نقارنوها بال اتفضل سي رابح. يبدو ان مكالمة رابح انقطعت او الصوت يوصلني ضعيف جدا. إذن عجيب أمر هذه السلطة وكأن مهمتها إذلال هذا المواطن واحتقاره بدل عزته وكرامته. أليس عجز السلطة عن تسيير مراكز البريد والبنوك وتوفير السيولة المالية للمواطنين دليل آخر على عدم كفاءة هذا النظام في تسيير شؤون البلاد والعباد بالرغم من الإمكانيات المالية المتوفرة له مقارنة بدول الجوار؟ حتى ألقاكم أنا هذه تحياتي وتحية الفرقة التقنية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كالي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.